زي ما يعني هل قلت. هو اللي دفع حضرتك للاهتمام؟ يعني مش فقط الاهتمام وحب الكبير جدا جدا لآلة البيانو؟ ده والدي. اه مش جدي، لا يعني ان انا الوالد، ما شفتش جدي. لا أقصد الوالد. الوالد اه هو عشان كان بيقوم يعزف حاجات لموتزارت وشوبان وبيانو في البيت، فأنا بلاقي نفسي واقف جنبه وبشوفه هو بيعزف، وبعد ما يخلص بحاول أقعد أنا أشوف مكانك. اللي أنا سمعته ده. كنت صغير يعني، كان عندي من 4 لـ5 سنين يعني. كنت أداوم إن أنا أقعد أعزف وأحاول أطلع اللي أنا بسمعه ده. ومن حسن حظي بقى إن لي عمي أيوة أبو بكر خير موسيقار، وهو طبعا مؤسس موسيقار كبير معهد الكونسرفتوار، وعلى الوقت اللي اتأسس فيه معهد الكونسرفتوار أنا كنت وصلت لسن 9 سنوات تقريبا. قدموا لي بقى في الكونسرفتوار ضمن أول دفعة دخلت. أيوة من وأنا طفل مع الدراسة في الدراسة العامة يعني ما بين الكونسرفتوار والمدرسة في الإعدادي والثانوي فده كان الوالد. والعم بقى كان هو يعني يعتبر بالنسبة لي مثلي الأعلى يعني. أيوة لأن في السن ده أبو برضه بكر خيرت. بالظبط كنا أيوة. نروح والدي كان ياخدنا الأوبرا نتفرج على عليه وهو بيعزف، والسيمفونيات بتاعته تتعزف من أوركسترا القاهرة السيمفوني. وكنا بنداوم إن احنا نروح ياخدنا يعني إن احنا نشوف العم وهو بتعزف مؤلفاته. فكان من صغري شايف إن دي الحاجة اللي أنا عايز أعملها. عايز أبقى زي الراجل ده يعني من وأنا طفل صغير. والتحقت بالكونسيرفاتوار، والتحقت دخلت وخرجت ورجعت تاني. ورجعت تاني. ما هو ده التمرد بقى. ازاي بقى بداية التمرد هنا؟ بداية التمرد إن أنا قرر إنه يعني هو الوالد والوالدة طبعا يعني كانوا يهمهم إن أنا أبقى أكمل دراساتي مع الموسيقى. يعني زي أبو بكر خيرت مهندس وموسيقار، زي عمي التاني الدكتور عمر خيرت دكتور ومصور. مصور مصور فوتوغرافي معروف جدا عالمي يعني. وهكذا يعني ان الموسيقى تبقى الى جانب شغل عشان المسائل المعيشيه يعني. بيبقى صعب حد يبقى فنان فقط قوي ويعيش من الموسيقى يعني، عايزه معادله صعبه شويه انه يحافظ على حاجات كتيره جدا عشان ما ينغمسش في حته مش مظبوطه، او يقدر يكمل الشغل بتاعه ويعني يستعمل الموهبه اللي هي عنده بدون ما يبقى دايما مضطر انه يعمل حاجه خارج البرواز. ايوه.